طبعا هلا احنا بموسم الجاهات والاعراس والخطب وغيره، والكل بيفكر كيف بده يقدم الشوكولاته او صواني الشوكولاته بطريقه مميزه وحلوه واكيد راقيه دائما. رح نتعرف هلا على طريقه لتقديم صينيه الجاهه بالتحديد مع الست حليمه يوسف. اهلا وسهلا فيكي، كيف حالك؟ الحمد لله. أهلاً حبيبتي وسهلاً. يعني ابتداء حضرتك منسقه حرف يدويه وعندك محل شوكولاته خاص فيكي، فقولي لنا اول شيء كيف بلشتي بهذا المجال؟ والله الصراحه يعني هي اجت، انا خرجت اداره اعمال ما كان إلي بهالشغلة هاي بالمرة، إجت الشغلة بالصدفة إنه اشتغلت بمحل شوكولاتة وحبيت الشغل، أخلصت له، فصرت بدي دايما الأفضل، دايما أسعى لإنه يعني بدي موديلات جديدة، فصارت الشغلة بدمي بحسها. حلو حلو. بلشتي؟ معي والله من شي 20 سنة. من 20 سنة ما شاء الله. طيب كيف بلشتي؟ كيف هيك تطورتي بهذا المجال؟ صار إلك اسم كبير مثلا بمجال الشوكولاتة؟ الحمد لله، بس إنه كيف تطورت؟ إنه بحب أفهم الزبون كيف، شو بتحب هي، شو 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 ذوقها، بنضلنا نجيب لها أشياء جديدة، دايما منتابع الموضة. حتى بالشوكولاتة منتابع الموضة. حلو. صح. الالوان، الديزاينات، الموديلات، الشغلات اللي زي هيك، ف يعني الحمد حلو. لله. طب هلا شو الموضه لهذا الصيف؟ هلا دارج كثير الفينتج اللي هي الاشياء القديمه. القديمه زي الاشياء شو؟ القديمه مثل الليس، مثل الجروجرام، مثل الورد. عم ترجع. عم ترجع، عم ترجع كله كله عم برجع الموضه. بالنسبه للالوان، الالوان هلا الدارج مثلا الالوان الناتشرال كلر، البيج، البيج الايفوري، لهذه الالوان. طب تخصصك اعراس ولا برضه مثلا انا شايفه هون اشياء للاطفال؟ لا كثير في تخصصنا مثلا كمان بالاطفال، الاطفال عالم هون كبير للولاده. صح. للولاده كثير عالم واسع، ما بتتخيلي قديش واسع. فبرضه دخلنا فيه الفينتج، اوكي، الاشياء القديمه. حلو. مثلا في عندنا هون تمام الكروشيه، هلا الكروشيه كثير دارج. صح، انه هيك بنعملهم بيبي بوي، بيبي جير، برضه الناتشورال كلر، كله ناتشورال، كله ناتشورال. طب قولي لي الكروشيه شغله مش سهل ابدا، احنا بنعرف. بتشتغلي انت بالكروشيه ولا بتستعيني باشخاص؟ بنستعين باشخاص. بنستعيني باشخاص، يعني في وحده خصوصي بس شغل الكروشيه. عندك؟ عندي اياها. ممتاز. بنعمل بتعمل كذا موديل، مش بس الهاي، يعني بنعمل غطا للكاسات، غطا للفناجين، غطا للعصير، برضه من الكروشيه. هلا الكروشيه كمان دارج. حلو كثير. حلو. طيب اذا عندنا هون احنا الصينيه الرئيسيه هي صينيه جاهه، انت قلتي لنا، فقولي لنا ايش الفكره اللي موجوده عندك هلا غير الورد؟ شفنا هلا احنا الورد، غير الورد انا شايفه هيك برضه تاج الملكه بالضبط. انه هي انه اشياء قديمه كمان، يعني عم نحطها على حبه الشوكولاته، عم نستعمل مثلا الليس تحتيها اللي هو الدانتيل، فهيك مع الورد بيطلع كثير منظر حلو، مع الملبس على لوز. انا كثير بتفائل بالملبس على لوز للعروس، ما بعرف ليش. صح. بس كثير بحبه. موضه قديمه، موضه قديمه ولهلا عم نستعمله. أوكي. مثلا مع الورده على طرف الصينيه بتطلع مثل مسكه العروس، ما احلى، بتطلع الصينيه كثير حلوه، كثير حلو. طب اذا هون انا شايف الورد، ايش الماشي اللي انت مستخدمه؟ خيش. الخيش. يس. ما احلى. كله من الخيش، انه كله يعني انت جامعة اكثر من ماشي مع بعض. بالزبط. بس كله طالع بطريقه كله طالع بقلب. الخيش عم بيكون موضة كمان؟ الخيش ما هو من الفينتج كمان. يعني من الفينتج. صح، كتير حلو. طيب إذن هلأ أنت رح تورجينا في عنا هون قطعة شوكولاتة، فهي بتيجي زي ما أنت قلت لي، هي هيك بيجي شكلها. يعني الشكل الأساسي يا أما ذهبي يا أما بيكون يا فضي. أما فضي. أوكي، فأنت هلأ بدك تلفي لنا إياها بطريقة لحتى برضو كتير مثلا في ستات بحبوا يعملوا هاي الأشياء، بحبوا يعملوا بالبيت. صح. فمنفرجيهم كيف بيقدروا يعملوا دبل راب للشوكليت، على أساس إنه هي تختار الألوان اللي بدها إياها. زي هون إحنا عاملين كله الأيفوري مع الأبيض مع الخيش، طالع كتير حلو. حلو. فهي لما بدها تشتري الشوكولاتة بدها تطلع عندها إما فضي أو ذهبي. أوكي. شيب الورق نعملها دبل راب. هلأ شو هاي الورق؟ سهل. هذا الورق بتشتري إما من المكتبة، وإحنا عادة بنستورده من برا، لأنه عندك عالم الورق كمان عالم كتير واسع. أوكي. يعني شغلة كتير سهلة. طيب إذن هاي هي الطريقة اللي إحنا، هاي هي الطريقة نلف فيها، اللي بدنا نلف فيها حبة الشوكولاتة. أوكي. كتير سهلة، كتير بسيطة. سهلة بسيطة. بدها تستعمل طبعا الجلوغان أو السكوتش تيب عشان تثبت فيها حبة الشوكولا. تمام. هاي. أوكي. هي. وبعدين؟ بعدين مثلا بدها تيجي تلف الشبر. برضو بتستعمل الشبر. إحنا شوي نثبت إيدنا. يس. عشان تكون واضحة أكثر. برضو بالجلو تلزق الوردة. إذن قدي بسيطة؟ قديش بسيطة، بس قديش انقلبت الحبة. أوكي. انقلبت. حلو. يعني صار إشي عالم تاني طبعا. وبتقدري هون تعملي تحتها فيونكا زي هاي؟ بالضبط. هلأ نفرجيهم كيف نعمل الفيونكا.
لا سوري. كثير حلو. تمام، ايش عندنا كمان؟ هلا عندك مثلا اذا لولد الكروشيه سوري اسمع نوقعها. اوكي، الولد الكروشيه شوفي والبنت كمان والبنت بزبط. شوفي هاي مثلا شوفوا احلى ملبسين الشوكليت بالكروشيه. هلا قلنا الكروشيه لانه برضه فينتج فهو برضه عم بيكون موضه، وحطيتي زرار انت زي كانه هون كانه بنطلون عادي اوفرول اوفرول وعليه زرار وبرضه تلبيق الالوان صح كمان كثير حلو. ممكن نحط ابيض؟ ممكن نحط ابيض طبعا، في منه ابيض اللي هي هذا اللون الابيض بيجي برضه من الكروشيه. هذا كمان كروشيه، شوفي كيف كمان استعملناه. انا كثير بحب الكروشيه، بحسه كثير بحلي القطعه، راقي هو راقي صح صحيح. هي هون صح. افكار لا البنات. اوكي، ايش عندنا؟ انا حبيت هاي لازم استعرضها مع انه احنا حكينا على الكروشيه بس هاي معقوله. كثير حلوه هاي، بلوزه شوكولاته طويله بالبلوزه. بدي اخذها بس عندي ولد. اوكي طيب، في عندنا هون هاي فكره كمان جديده يعني نوعا ما، ايه دبوس البيبي يعني هذا لابد منه دائما دبوس صح البيبي. حلو، ولففتيها بحبل خيش. اوكي، ايش كمان عندك؟ الباليرينا ثيم، هذا كمان هذا بيطلع بجنن، بنعمل باليرينا طولك. والله أوف. على الستاندات الكبيره طبعا. فهي بتطلع كثير حلو الباليرينا، يعني اللي بنفسها انه بنتها تطلع باليرينا بالنهاية. هو نغش، هو هيك نغش بنوتي. طب ايش نقدر مثلا نزيد اشياء اذا الست حابه انها تنوع الباليرينا؟ مع ايش ممكن نحطها مثلا؟ مع التوتو مثلا. اوكي، مع التوتو حلو. حلو تمام. ايش في عندنا كمان افكار هون؟ هلا في عندك كسوفينيرات، بحبوا يقدموا سوفينيرات صح، يعني هذه هيك علبه بلكسي جلاس. اوكي، وهي هاي شغلنا يعني مكتوب عليها ما شاء الله ما شاء الله، يعني بتقدر تقدمها كجيف اواي للي بده يجي باركولها. اوكي كثير حلوه. انت اذا حاطه فيها الملبس، ملبس مع شوكليت، والشوكليت برضه موجوده فيها. وحبيت الورده، انت ايش عملتيها هون كروشيه؟ ايش عملتيها؟ ايش هاي ورد؟ هذا شغلنا احنا كمان، يعني هذا احنا بنقصقصه. هذا كرتون؟ كرتون بس كرتون مقوى مقوى صح قوي. يس يس. اوكي برضه هاي كثير حلوه، حاطه جواتها لولو احلى، يعني لما تشوفي التفاصيل بتشوفي قد ايه بسيطه بس قد ايش حلوه. حلوه حبيبتي صح. اوكي شوفي هاي كمان كمان هذه راحت مثلا لجاهه عروس برضه من البلكسي جلاس. حلو، لانه احنا هاي ماده البلكسي عم نصنعها ونعمل فيها الموديل اللي انت كمان بدك تطلبيه. يعني فيك انت تختاري اللون. حلو، قديش توسعتي بمجالك؟ الحمد لله يعني. الحمد لله. اوكي اذا ما شاء الله مكتوب عليها، وبرضه نفس الفكره هاي شوكليت كبيره، شوكليت كبيره مع الملبس مع الورده. الورد لحاله يعني انا ترتيه لحاله مش ما لزقتي على الشوكليت كمان. حلو. اوكي، في شيء ثاني بتحبي تورجينا اياه بالشغل هيك افكار بتحبي تورجينا اياها ولا هي هاي؟ هي هاي اللي هلا احنا هاي برضو عندنا اياها، اذا بنحب نورجيهم برضو كيف كيف عملتيها؟ عملتها انا بال هاي. بدنا نعمل شوكولاته كمان، نعملها لزقناها بس تلزيق عشان يكون إشي سهل عليهم اللي بده يعمل هو بالبيت. اوكي، يعني ما حبينا نعقد الامور. بس يعني فشوفي كيف كانت حبة الشوكولاتة مثلا كيف صارت. حلو. طب مثلا زي هذه الوجوه وين بنلاقيها؟ وين بتكون متواجدة؟ هدول الصراحة كله عم نستورده من بيروت، من كله بيروت. عم نجيبه يعني مش متواجد بالأردن؟ هلا في اشياء متواجدة بس التميز انك تجيبي اشياء مختلفة عن الموجود. غير صح. غير. اوكي كثير حلو. طيب طبعا هون كمان انت حاطة الورق، هذا كله دبل راب، حتى مثلا نقدر نستعمل الورق. أوكي. اللي منقط كثير حلو. شوفي هذا شو حلوه كمان، صار كثير حبتين. حبتين كمان، حبتين فوق بعض. اوكي انا شايفه هون هلا هدول، هي هذا دبل راب وهدول حبتين شوكولاته فوق بعض. اوكي كثير حلو. طيب بدي اشوف هاي، انا هاي مرت علي. ما احلاها هذا برواز. هلا برضه البراويز عم بتكون سوفينيرز كثير، بس سوفينيرز للبيبي صح. حلوه. اوكي كثير حلو، اشوف البيبي ما احلى سكال بيبي. طيب في عنا هون كمان، انا بدي استعرض اكبر قدر ممكن من الافكار. شوفي هاي الحبه شو حلوه، بنعملها مثل البونبوني وبرضه مستعملين معها الخيش. برضه حلوه كثير هاي طاقيه البيبي، حلو كثير حلو.
اوكي برضه الفكره هاي بحد ذاتها هاي بحد ذاتها انا جبت افرجيها انه مثلا الستاند احنا بنستعمل عليه كثير اشياء يعني عالم الستاندات البيبي أوكي. مثلا اذا بدنا ثيم معين الستاند بكون عليه كله تتبع بعضه نفس الثيم عرفتي مثلا البالارينا بكون زي ما قلت لك بالارينا كبيره وصغيره مع التوتو مع الكريستال مثلا بيطلع معها مع الشوز مع ليك ما احلى فبيطلع حلو فكله صينيه كله ثيم كبيره وثيم كامل ثيم دائما نعمل ثيم طب انا مش عارفه هاي ايش هاي هي على شكل مشروم بس حبه شوكولاته حبه شوكولاته على شكل مشروم ما احلاها كثير حلوه نشوفها هيني هاي حبه شوكولاته بس على شكل مشروم شايفين ما احلاها ابداعات صراحه حبيبتي كثير حلو طيب هلا شو بتنصحي مثلا كل هلا الستات ان شاء الله هيك اللي بدهم يولدوا ان شاء الله بيقوموا بالسلامه كلهم العرايس ايش بدك تقدمي لهم نصيحه لما يجوا قبل بوقت صح انه مثلا هاي اهم شغله يجوا قبل بوقت لانه يكون هي يعني خاصه البيبي بحس انه ما بدها تيجي تاخذ للبيبي انه شيء ما صار وشيء بدها يكون شيء مميز وشيء يعني ما انعمل قبليها فمرات بيفاجئوكي انه بكره بدي اولد لا وبعدين مثلا بتعطيك الفكره بيكون ما معها وقت بعدين تندم بتقول لك لا بدي اغير بدي اغير هون هي توترت صح فهي بتكون كثير حابه انه يطلع شيء عندها مميز جدا وانا بحب نعملها مميز كمان اكثر ما هي بتتخيله بس تكون مبسوطه يعني بحس الفرحه هيك بعيونها يعني اقول لك شغله احنا شغلنا كله فرح من وقت ما تخطب من وقت ما الجاها من وقت ما العرس من وقت ما تخلد يعني هيك بتجيني هي كل ايامها فرح وسعاده وبهجة فبحب انه هي تضلها هيك افرحها ان شاء الله دائما هاي صينيه كريسماس حلو كيف الشوكولاته كيف موزعه كيف انه كذا نوع مش بس نوع واحد حلوين هون هذا الثلج اللي قلت لك عنه كيف عم بتزلج على الثلج كيف انه كله هيك الثلج موجود بتحسيها انه هيك لما تطلعي عن صح الدنيا ثلج كثير حلو كثير كثير حلو يعطيكي الف عافيه ست حليمه الله يعافي قلبك وكثير مبسوطين انك اليوم حبيبتي. معنا بنتمنى لك كل التوفيق بمجال عملك كتير. وبدي اشكرك برضو على صينيه الشوكليت الكبيره اللي جايبتين لها هديه كثير حلوه وبرضو الالوان اللي فيها شكلها مشهيه صحه وعافيه على قلبك وعافية. شكرا كثير لك يعطيك الف عافيه تشرفنا بمعرفتك وفيك بدنيا شكرا كثير اهلا وسهلا فيك شكرا شكرا لكم اهلا وسهلا